ولت الأنظار إلي. في إطار الإجراءات التي بشرتها وزارة التربية الوطنية وقصد تخفيف محفظة التلميذ التي عانى منها أبناءنا المتعلمين كثيرا، ارتأت وزارة التربية أن تلجأ إلى بعض الحلول التي بشرتها قصد تخفيف هذه المحفظة. ومن بين هذه الحلول التي بشرتها وزارة التربية كتجربة أولى هو استعمال الألواح الرقمية في بعض المدارس كتجربة أولى، وبعد ذلك حتى تعمم في على مستوى باقي مدارس الوطن. فكرة اللوحة الرقمية هي فكرة لا بأس بها، نتمنى أن تعمم على جميع المدارس، ونتمنى أن تضاف إليها بعض التطبيقات التي تساعد الأستاذ ونطور هذه الفكرة. استخدام اللوحة الرقمية كان صعب، بصح لقيتها سهل، وفيني إذا كنت في الكتب ما نقدرش ندير التكبير للكتاب اذا ما نشوفش كلمه مليح، ثم في اللوحه الرقميه عادي نكبرها ونولي نشوفها بوضوح. ذوك الطابلت كي درنا الطابلت سهلت علينا، ولينا كشغل الكرطابل ماهوش ثقيل. عجبتني اللوحه الرقميه لانه نقدر ندخل نخرج من درس لدرس، ندخل من درس لدرس بلا ما نضل نحوس في المحفظة تاعي، وباش نجبد هذاك الكتاب.